شعوري فيه انه ننتهي من السرج للسرج، فالحق ما نقدرش نعبر عن شعوري اني كيف انتهيت به، كأن شعور السرج الاول صنعته في الماضي. اني من الصغر اني نمشي في الاحتفالات والاعراس وننظر في نسبح في الخيل السروج، هي الخيل لابسه الكسوه نتاعها فتعجب فيه يعني. الحق هيك قعدت تخشني اني كان نلقى نسينها ولا نخدمها. حصلت سرج وبديت من بديت صيانته وقعدت نسين، فلقيت اقبال من الناس فيشجعوا فيا. بعدين فتحت المشغل هذا الأصابع الذهبية للتصميم وصناعة السروج، ف 18 عام لي مشغل الصناعة هذه، وبديت بالصيانة، وبعدها لقيت قادر إني بديت نخدم في السروج.